الرحيم. صباحكم سعيد. السيد الوالي، السيد العام، السيدات السادة أعضاء مجلس الجهة، السادة الممثلون في المناطق الإعلامية، حضور الكريم. بداية أود أن أدعوكم للوقوف لقراءة الفاتحة ترحبا على روح الطائرة للأميرة الجميلة لطيفة التي غادرت إلى دار البقاء إلى دار الفناء أول أمس. وكل الحاضرين طبعا حاضر التعازي لمولانا امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في هذا المصاب الجلال فقدان الأميرة الجليلة لنا لطيفة وإلى كافة الأسرة الملكية الشريفة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلها برضوانه وأن يلهم جلالة الملك وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة حسن العزاء والصبر والسلوان. شكرا. بداية أشكر لكم حضوركم واستجابتكم للدعوة لهذه الدورة التي تنعقد طبعا طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بجهات 111 وكذلك للنظام الداخلي المنظم أو الذي ينظم إشغال مجلسنا. وجدول الأعمال الذي بين أيديكم السيدات والسادة أعضاء المجلس يتضمن جلستين، الجلسة الأولى في 9 نقاط وجلسة ثانية تتعلق طبقا للنظام الداخلي للجواب عن سؤال شفوي توصل به رئيس المجلس. فالنقطة الأولى من جدول أعمالنا تتعلق بتقديم ملخص محضر الدورة العادية لشهر مارس. ورقة الحضور طبعا التي قبل أن أحيل الكلمة بشأنها على السيد كاتب المجلس لتقديم هذا الملخص أدعوه إلى التأكد من النصاب وبعد ذلك تناول الكلمة شكرا. السيد الرئيس، السيد والي جهة فاس مكناس، السيد عالي العمالة مكناس، السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة والمقر، أود أن أطلعكم بأن النصاب القانوني متوفر لافتتاح المجلس وذلك بحضور 5 بينهم من الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس، وتوصلت إدارة المجلس بثلاثة غيابات بالعذر وهم السادة الحسن بن مقدم عبد الحي الكندري بدر برادة. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الكاتب. وأدعوكم إلى تقديم الملخص محضر الدورة. حضرة سيداتي والسادة، يشرفني أن أتعليكم ملخص محضر دورة مارس سنة 2024 طبقا للمادة 109 من النظام الداخلي لجهات فاس مكناس، وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني من طرف السيد كاتب المجلس، افتتح السيد عبد الواحد القنصري رئيس مجلس الجهة إشغال الدورة التي تضمنها دراسة النقاط التالية. الجزء الأولى، النقطة الأولى، تقديم ملخص محضري الدورتين العالية والاستثنائية لأكتوبر 2023.
تقديم تقرير الإخباري لرئيس مجلس الجهة، الدراسة والمصادقة على مشروع عقد برنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ مشاريع برامج تنمية جهوية لسنة 2022-2027، الدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات خاصة جاهزة متعلقة ببرنامج تنمية جهوية ل 2022-2027 تبع الأولى، الدراسة والمصادقة على برنامج جهوي لتعزيز الولوجية وفك العزلة في إطار برنامج التنمية الجهوية، الدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقية جاهزة، الدراسة والمصادقة على برنامج قائد حقيقي برصد سنتين ماليتين 2022-2023، الدراسة والمصادقة على إعداد التخصيص اعتمادات في الجزء التالي من الميزانية، الدراسة والمصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل المساهمة في تمويل مشاريع في برنامج التنمية الجهوية لسنتي 2022-2027، الدراسة والمصادقة على دعم فرق الصفوة الرياضية. أما بالنسبة للجلسة الثانية، الجواب على الأسئلة الختامية موجهة إلى السيد رئيس مجلس الجهة من طرف عضوين من أجل إعدادها والتنمية، وقد تمت مناقشة كل نقطة على حدة وتم التصويت عليها مع تأجيل دراسة اتفاقية واحدة، وفي إطار وفي الأخير تمت تلاوة ورقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية جلالة الملك محمد السادس نصر الله السيد الرئيس. وشكرا السيد كاتب في المجلس. حتى قبل تقديم الانتقال للنقطة الثانية المتعلقة بتقديم التقرير الإخباري لرئيس المجلس، أود أن أشكر باسم الشخصي وباسمكم جميعا السيد عامل عملة الكناس وكل مساعديه على توفير شروط انعقاد هذه الدورة في مدينة الكناس، كل التوفيق والنجاح. دون طبعا أن أنسى تقديم الشكر المستمر للسيد والي الجهة على حضوره أشغال هذه الدورة رغم إكراهات أعلم جزءا منها قبل حتى انعقاد الدورة، وحرصه على حضور على الأقل جزء من أشغال هذه الدورة. شكرا لكم السيد والي السيد العامل، وأمر إلى النقطة الثانية وهي المتعلقة بالتقرير الإخباري الذي يقدمه الرئيس طبعا طبقا للقانون عند بداية كل دورة، ويتعلق بالأشغال أو الأعمال التي عرفها المجلس أو قام بها الرئيس المؤسسات المسيرة خلال المدة الفاصلة بين دورة مارس والدورة الحالية. وأبدأ على بركة الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السيد ولي جهة رئاسة الكناس، السيد عامل عمالة الكناس، السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة، السيدات والسادة ممثلو وسائل ومنابر الإعلام، الحضور الكريم، كل واحد باسمه وصفته. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في اجتماع الدورة العالية لمجلس جهة فاس الكناس لشهر يوليوز 2024 التي تنعقد اليوم بمدينة الكناس بعدما عقدنا دورة ماس بمدينة ميسون. وأخبركم في البداية بأن السيد حسين العبادي عضو مجلس الجهة قد قدم استقالته من المجلس، وبهذه المناسبة أتقدم إليه بخالص الشكر على العمل الذي قام به طيلة مدة انتدابه إلى جانب باقي أعضاء المجلس. وسعيدا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للجهات التي تنص على أن الرئيس يقدم عند بداية كل دورة تقريرا إخباريا حول الأعمال التي قام بها في إطار صلاحية المكونة له، يشرفني أن أقدم لكم تقريرا مجملا وفق المحاور الآتية. المحور الأول، برنامج التنمية الجهوية ومشروع عقد برنامج بين الدولة والجهة
22/27 في هذا الصدد أخبركم أنني توصلت في بداية الشهر أبريل بتأشيرة السيد وزير الداخلية على برنامج تنمية قيام 2022/27 بعدد البرامج والمشاريع بلغت 48 مشروع وبرنامج. رصد له مبلغ مالي مقدر ب 29.3 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب 29.36 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 32% من مجموع الميزانية المالية المنصوصة لتنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح مختصة لوزارة الداخلية نوهت بمخرجات مسلسل إعداد برنامج التنمية الجهوية كما أشادت بالمجهودات المبذولة والمقاربة والمنهجية المعتمدة من طرف مجلس الجهة، وهو الشيء الذي ما كان ليتم لولا الدعم والمساعدة والمواكبة التي قدمها السيد والي الجهة لمجلسنا مشكورا بإعداد هذه الوثيقة الهامة. وليس سرا أن أقول لكم السيد والي بأن آخر كلمة بعد تسليم مشروع برنامجنا سمعناه من السيد وزير الداخلية هي عبارة بالنسبة. وفيما يتعلق بالعقد برنامج بين الدولة والجهة، أحيطكم علما بأن مجلس الجهة وعلى غرار باقي الجهات توصل في 31 مايو 2024 بدورية للسيد وزير الداخلية حدد من خلالها منهجية ومراحل إعداد العقود برنامج بين الدولة والجهات، وأرفقها بعقد نموذجي موحد، وذلك رؤية رفع مختلف التحديات التي واجهت مجالس الجهات خلال المرحلة الانتدابية السابقة في مرحلة التعاقد، ولضمان التنزيل السلس لبرنامج التنمية الجهوية. وبناء على ذلك عملت الجهة على ملائمة عقد برنامج الذي سبق وأن صادق عليه مجلسكم الموقر في الدورة الأخيرة بميسور مع مقتضيات العقد النموذجي الجديد، حيث تمت دراسته من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وسيعرض عليكم من أجل الدراسة والتصويت. المحور الثاني إعداد مجموعة من اتفاقية التعاون والشراكة لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية واتفاقيات أخرى. في إطار إعداد هذه الدورة تم بتعاون مع عدد من الشركاء إعداد الدفعة الثانية من اتفاقية الشراكة الخاصة بمشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022/2027، همت قطاعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، على أن يتم إعداد دفعة أخرى وتقديمها في الدورة المقبلة إن شاء الله. بالإضافة إلى ذلك قمنا بإعداد اتفاقيات أخرى تهم عدة مجالات حيوية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، اتخذت إما شكل اتفاقيات إطار ستفعل لاحقا في إطار ملاحق، وإما شكل اتفاقية تعاون بمشاريع محددة تمت دراستها في اللجنة المعنية، وستعرض عليكم بشأنها مذكرات من أجل الدراسة والتصويت. المحور الثالث ويتعلق بتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في العقد برنامج بين الدولة والجهة. وكما في علمكم يتضمن العقد برنامج الأول عددا كبيرا من الأوراش والبرامج التنموية الكبرى، ومجلس الجهة ملتزم وحريص أشد الحرص على استكمال تنفيذ هذه المشاريع المهمة والمهيكلة، والتي لا محالة سيكون لها وضع إيجابي وفعال على مختلف القطاعات التنموية، كما أننا نعمل بتعاون مع جميع شركائنا على الوفاء بالتزاماتنا بشأنها، ونتتبع عن قرب عملية تنفيذها بتنسيق وثيق مع السيد الوالي أستاذ عمان. وفي هذا الإطار أريد الإشارة إلى أن وتيرة الإنجاز عرفت تقدما كبيرا خلال هذه السنة، ونبذل قصارى جهدنا من أجل مضاعفتها بتنسيق مع المؤسسات التي عهد إليها بالتنفيذ،
سواء منها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع أو الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة أو صندوق الإيداع والتنفيذ أو شركة العمران أو باقي المؤسسات والقطاعات الأخرى. وفي هذا الإطار سيتم خلال هذه الدورة تقديم تقرير مفصل حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والذي سبق عرضه على أنظار اللجنة الدائمة للمجلس وتمت مناقشته بشكل مستفيض من قبل كل أعضائها. المحور الرابع تتبع تنفيذ برنامج تقريز الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2016-2024. انخرط مجلس الجهة بقوة في التنزيل الجيد لبرنامج تقريز الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي منذ انطلاقه سنة 2016، حيث تمت برمجته ما مجموعه 353 مشروعا بغلاف مالي بلغ 2.74 مليار درهم موزع على القطاعات التالية: الطرق والمسالك بكلفة 1.719 مليون درهم، الكهرباء القروية بكلفة ناهزت 112 مليون و500 ألف درهم، الماء الصالح للشرب بمبلغ 836 مليون و500 ألف درهم، التعليم بقيمة وصلت إلى 73 مليون درهم، الصحة بكلفة ناهزت 3 مليون و200 ألف درهم. وبالنسبة لوضعية تقدم تنفيذ هذا البرنامج فيمكن تقديمها كما يلي: أولا، المشاريع المنجزة والمبرمجة من طرف الجهة والوكالة. قلت المشاريع المنجزة والمبرمجة من طرف الجهة والوكالة. عدد المشاريع 271 مشروعا. المبلغ المبرمج 1.720 مليون درهم. المبلغ الملتزم به 1.655 مليون درهم، أي بنسبة 96% من المبلغ المبرمج. المشاريع المنجزة والمبرمجة من طرف الشركاء. عدد المشاريع 82 مشروعا. المبلغ المبرمج 1.23 مليون و800 ألف درهم. المبلغ المحول للشركاء 953 مليون درهم، أي بنسبة 93% من المبلغ المبرمج. المحور الخامس ويتعلق بتفعيل تصميم المدير الجهوي للتمويل المستمر لفائدة المنتخبين. فتفعيلا للتصميم المدير الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعة الترابية لجهة فاس مكناس للفترة ما بين 23-26، تم خلال شهر سبتمبر المنصرم استئناف تنفيذ برنامج التكوين لسنة 2023. وللتذكير فإن هذا البرنامج الذي انطلق في شهر يوليو 2023 والذي كان مرتقبا إنهاؤه في نهاية شهر مايو 2024 يتضمن ما مجموعه 152 دورة تكوينية تهم مواضيع مرتبطة بتنبير الجماعات الترابية تم تحديدها استجابة للحاجيات المعبر عنها من طرف أعضاء الجماعات الترابية بالجهة بمن فيهم أعضاء مجلس الجهة. وإلى حدود نهاية مايو تم تنظيم ما مجموعه 81 دورة تكوينية، أي بنسبة 60% من البرنامج. وتعرف هذه الدورات مشاركة قوية أو عرفت هذه الدورات مشاركة قوية من طرف الأعضاء المدعوين وحضورا نسائيا مهما، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في الدورات المنظمة 1365 مشاركا ومشاركة، تشكل نسبة 18% منها النساء. وجدير بالذكر أن تنفيذ هذا البرنامج يتم بمساهمة من مجلس الجهة بحدود 25% من كلفته المالية، بينما تساهم مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم بنسبة 75%، وهو ما يعني أن تنفيذ جميع الدورات التكوينية المدرجة في البرنامج يبقى رهينا بتكوين كل الجماعات لمساهمتها المالية. أما المحور السادس فيتعلق بالتنظيم والمشاركة في المعارض والملتقيات واللقاءات. فمنذ الدورة الأخيرة
قام مجلس الجهة بتنظيم المشاركة في عدة معارض وتظاهرات ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياحية، سواء منها تلك التي تدخل في إطار التزامات مجلس الجهة أو تلك التي ينظمها مجموعة من الشركاء، وكان أبرزها المشاركة في الفعاليات التالية: أولاً، في مجال إنعاش المنتوجات الجهوية، أود أن أخبركم أن مجلس الجهة تفعيل الاختصاصي المتعلق بإنعاش المنتجات الجهوية سينظم بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية الجهة، وبتعاون مع عمالة إقليم سبرو السوق المتنقل الكبير لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بسبرو في نسخته الأولى خلال النصف الأول من شهر يوليوز الحالي. وسيقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع مغطاة، ويضم 50 رواقا موجهة للتسويق والعرض والتكوين، وسيستقبل على امتداد 5 أيام 50 تعاونيا. ثانيا، في المجال البيئي، ترأست صاحبة سمو الملك الأميرة الجليلة لالة حسناء حفلة تنشير المنتزه التاريخي للحبول بمدينة مكناس بعد تجديده بشكل كامل واستعادة رونقه وجماليته بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في إطار شراكة مع جهة فاس مكناس وعمالة مكناس وجماعة مكناس والمدير العام لجماعة الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات. ثالثا، تنظيم ندوة وطنية. وفي هذا الصدد أخبركم أن مجلس الجهة نظم كما تعلمون يوم 6 يونيو 2024 بمقر قصر المؤتمرات بفاس ندوة موضوعية حول الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية بشراكة مع مجلس المستشارين، وذلك في إطار التحضير للملتقى البرلماني للجهات والذي يشكل مناسبة حقيقية لمجموع الفاعلين والمتدخلين المعنيين لمقاربة مختلف المسائل التي يطرحها مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، وفرصة أيضا للوقوف عند الإشكالية العملية واستخلاص الدروس والعبر وتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها. وقد عرفت هذه الندوة نجاحا كبيرا، سواء من حيث نوعية المداخلات المقدمة أو نوعية المناقشات والتوصيات التي خلصت إليها. كما أخبركم أن مجلس الجهة شارك في الدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة في المغرب المنعقد بمدينة مكناس خلال الفترة الممتدة ما بين 22 إلى 28 أبريل 2024. المحور السابع، التعاون الدولي. في إطار التعاون المثمر الذي يجمع جمعية جهات المغرب والرابطة الموريتانية للجهات، تم عقد المنتدى الثاني المغربي الموريتاني في مدينة الرباط يوم 23 أبريل 2024، وذلك بمشاركة مجموعة من رؤساء وممثلي الجهات المغربية والموريتانية. وقد انعقد المنتدى في سياق تعميق النقاش حول التجربة الجهوية في البلدين لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات في أفق تنمية جهوية مندمجة ومستدامة للمجالات الترابية في المغرب وموريتانيا. وفي إطار اتفاقية التعاون اللامركزي بين مجلس الجهة وجهة سنتر بالدولوار بفرنسا، انعقد يوم الأربعاء 8 ماي 2024 في مقر الجهة اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين الطرفين، حيث تم خلالها تقديم حصيلة التعاون بين الجهتين لسنتين 2022-2023، والتي همت تنفيذ مشاريع مبرمجة بتعاون مع الشركاء المعنيين، بالإضافة إلى المصادقة على برنامج العمل لسنة 2024-2025 الذي سيتم من خلاله متابعة وإطلاق العديد من المشاريع التقافية وتعزيز التبادلات بين جامعات الجهتين، وكذلك مشاريع في مجال التكوين والفلاحة المستدامة وتنمية المياه. وفي إطار انفتاح مجلس جهة فاس مكناس على الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، تم بمقر الجهة استقبال وفد عن جامعة بيمو أوريونتال الإيطالية مرفوقا بممثلين عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وذلك يوم الأربعاء 22 ماي 2024، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز العلاقات بين الطرفين
بهدف فتح آفاق جديدة للعمل وتعزيز روابط التعاون الدولي بين المنطقتين على مستوى التكوينات الجامعية والبحث العلمي. ومن جهة أخرى، يسرني أن أخبركم بقبول تمويل المشروع المشترك المقترح من طرف الجهة وجهة توكب فيه بالكوت ديفوار للاستفادة من تمويل الصندوق الإفريقي للتعاون بغلاف المالي يقدر بمليون و 980 ألف درهم، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ب 3 مليون و 300 ألف درهم. تساهم الجهة ب 30% والجهة الشريكة ب 10%، وستعرض على أنظاركم خلال الدورة المقبلة الاتفاقية الخاصة بهذا المشروع إن شاء الله. المحور الثامن، اجتماعات أجهزة المجلس. في إطار التحضير لانعقاد هذه الدورة، عقدت اللجنة الدائمة خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و26 يوليو المنصرم ما مجموعه 8 اجتماعات لتدارس النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة والمحالة عليها من طرف مكتب مجلس الجهة، وذلك بحسب طبيعة اختصاص كل لجنة، بحيث تم عرض النقاط وتدارسها من طرف السيدات والسادة أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب وممثلي الظروف. وقد بلغ مجموع الحضور في الاجتماعات ما يناهز 134 عضوة وعضو، كما حضر هذه الاجتماعات ما مجموعه 65 ممثلا وممثلة للمصالح الإدارية المركزية واللامركزة والمؤسسات العمومية. وقد خصصت هذه الاجتماعات لدراسة مجموعة من مشاريع الاتفاقية الجاهزة، بالإضافة لمشاريع الاتفاقية الخاصة المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تساهم فيها الجهة بمعية القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية. وقد تميزت هذه الاجتماعات بجو يسوده التوافق والنقاش الهادئ والانسجام والتفاعل الكبير بين الأعضاء وممثلي المصالح الإدارية اللامركزة، بحيث تم إغناء النقاش بما تم تقديمه من ملاحظات. وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات ستعرض عليكم بحسب ترتيب النقط في جدول أعمال هذه الدورة. المحور التاسع يتعلق باجتماع دورة الرؤساء. وفي إطار التنسيق والتشاور الدائم والمستمر وتحضير الإشغال هذه الدورة، تم عقد اجتماع لندوة الرؤساء التي نص عليها النظام الداخلي، وقد مكن هذا الاجتماع من التنسيق والتواصل ودراسة مجموعة من القضايا الهامة والأساسية المتعلقة بما سيعرض خلال عليكم خلال هذه الدورة. المحور العاشر والأخير، اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. فطبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجهات، عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع دورتها العادية للشهر يوليو 2024 بحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة، حيث تم خلالها الاطلاع على حصيلة المشاريع التي تشرف عليها الوكالة والمصادقة على التقارير الخاصة بها. في ختام هذا التقرير، أود أن أتقدم بجزيل الشكر مرة أخرى إليكم السيد الوالي وإلى السادة العمال على التعاون الدائم مع المؤسسة الجهوية، كما أتقدم إليكن وإليكم جميعا بجزيل الشكر على العمل الذي تقومون به كل من موقعه في سبيل خدمة ساكنة جهة فاس مكناس. وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأل الله وإياه. وشكرا على المتابعة.